هذا سيميلينك موديل عشان يمثل الوين تيرباين، ما راح اطلب منك تبنيه، راح نستعمله زي ما هو. هلا هذا في هاي الوين تيرباين، شوفوا البارامترز اللي داخل الوين تيرباين. هلا في اول شيء شيء مهم نميزه، طلعوا على الاشياء اللي داخله على الوين تيرباين. هون في شيء زي مربع صغير، هون في مربع صغير وهون مربع صغير، هون في سهم وهون في سهم. ليش في اشياء لها سهم وفي اشياء لها مربع صغير؟ يمكن حكينا عنه، بعرف اذا حكينا عنه قبل هيك ولا لا. ايش هاي اللي هون؟ هاي الوين سيجنال، مش هيك؟ هاي اشاره او رقم، هاي رقم، لكن هاد وهاد وهاد بايش موصولين؟ اي بي سي ترانسفورمر، موصولين بهذا الترانسفورمر. هذا الترانسفورمر بايش موصول؟ ايش هذا بيمثل؟ الثري فيز سورس. شو بيمثل؟ الجريد. الجريد، احسنت، ممتاز. اذا هذا بيمثل الجريد. لاحظوا احنا حكينا اذا عندي وين تيرباين، احنا عاده كل اللي درسناهم هل الوين تيرباينز احنا بنخليهم لحالهم ستاند الون ولا بنشبكهم على الجريد؟ الجريد. ليش؟ ليش بنعمل هيك؟ عشان تعطيك طاقة تبلش اللي هي الحركة الأولى كذا. جيد، أوكي، هو بيعمل لك بشغل السيستم بالبداية، تمام؟ إيش كمان؟ أنا في البداية إيش لازم آخذ كمان؟ أو إيش هذا الـ هذا الـ هذا طبعاً إندكشن، إندكشن وين تيرباين. شو لازم ياخذ من الجريد؟ رياكتيف باور، تمام؟ بس عشان ما يسحبش الرياكتيف باور من الجريد نفسها، إيش حطينا هون؟ كباستر. حطينا كباستر بانك. الكباستر بانك ايش بعطيني بالحاله هاي؟ رياكتيف باور. بعطيني رياكتيف باور. الكباستر بانك اللي موجود هون بعطيني رياكتيف باور. ايش وحده الرياكتيف باور؟ هاد فار. فار او كيلو فار. الكباستر بانك هذا عشان يعطيني رياكتيف باور، لانه هذا طبيعه الوين تيرباين اي نوع؟ اندكشن. اوكي، اندكشن جنريتور. ليش دخلت له الويند سبيد؟ تحكم بالبليت ممكن. يعني انا بدي امثل السيميليشن، بدي ادخل ويند سبيد، بدي اخبر الويند تيرباين ايش الويند سبيد عشان تشوف قديش الاوتبوت، عشان اشوف ايش، عشان هو يشتغل كانه هو بيفترض هلا هو راح يتصرف من هون. هذا السيميليشن راح يتصرف من هون كانه الويند سبيد هي القيمه اللي موجوده هون. لاحظوا الويند سبيد دخلتها على شكل ايش؟ ايش هذا البلوك؟ سكوير. مش سكوير، ايش اسمها؟ هاي اوف سويتش. مش سويتش، لها اسم ثاني. بالسود موديليشن، يعني يحكي بالسود موديليشن يعني. لا، هاي اسمها ستيب فانكشن. شو يعني ستيب فانكشن؟ بكون صفر واحد طلع، تمام. اذا ماينس انفينيتي بكون زيرو، على زيرو تايم بتغير، فهذا ستيب فانكشن بكون زيرو لحد زيرو تايم، بعدين بصير واحد او بصير له قيمه معينه بتصير واحد. فهذا بيتغير حسب الزمن اللي بحطه هون. فكاني عمالي بقول السيميليشن راح تكون الويند سبيد زيرو، ما في ويند سبيد. اول ما بشغل السيستم ما راح يكون في ويند سبيد. في لحظه معينه راح تتحول الويند سبيد وتاخذ القيمه اللي موجوده هون. قديش قيمه الويند سبيد اللي بدنا نحطها؟ احنا بنقرر حسب قديش الويند سبيد، قديش راح احط سرعه. السرعه مثلا راح ناخذها هون هي 14 متر بالثانيه. متذكرين 14 متر بالثانيه شو بتمثل بالحاله هاي؟ 14 متر بالثانيه كانت تمثل الريتد، الريتد سبيد. فممكن تكون الريتد سبيد وانت بتصير على اي ثانيه، اي وقت بتصير، متى بتصير هاي 14 ومتى بتكون زيرو؟ احنا بنحدد هاي تطلع 6. ايش ما بتعرفش، انتم مش شايفينه بشكل واضح. على 6 سكندز، بعد 6 سكندز هاي بتتحول. فهاي هون بعد 6 سكندز، بعد ما يمر 6 سكندز من بدايه السيميليشن صار 14، بتصير قيمتها 14 متر بالثانيه. طيب لما تبدا السيميليشن ايش راح يكون يشتغل هذا الوين تيرباين؟ اول ما ببدا السيميليشن ايش راح يصير خلال اول 6 ثواني؟ سرعه البليت بالضبط، سرعه البليت حسب قديش الوقت لتشتغل. فيش هواء، من صفر لستة ما في هواء، شو راح يصير؟ موتور. لسه موتور. موتور راح يشتغل كموتور. طب مين اللي راح يعطيه الطاقة حتى يشتغل كموتور؟ البجريد. البجريد. البجريد حاطيه بي. في البداية هو راح ياخذ بي، ايش وحدة بي؟ كيلو وات أو ميجا وات أو وات. تمام؟ عند 6 سكند شو راح يصير؟ راح ترتفع سرعة الرياح من صفر متر بالثانية ل 12 أو 14 متر بالثانية.
فايش راح يتحول الوينتر بعد جنريتر؟ راح يتحول لجنريتر. ايش راح يصير في بي؟ راح ينعكس اتجاهها، يصير هو يزودني في بي ويعطيها للجريد. لاحظوا هون في ترانسفورمر، ايش بعمل الترانسفورمر؟ ستيب اب او ستيب داون. تمام، بتاكد انه الفولتج اللي طالع من الوينت تيرباين بيناسب الفولتج اللي موجود بالجريد. ايش الفولتج تبعت الجريد؟ 25 كي في. ايش ال 25 كي في؟ ار ام اس ولا بيك؟ اكيد لاين ولا فيز؟ ار ام اس. ولاين. لاين يعني بين الفيز والفيز. واضح هاي النقطه الكل متذكرها؟ الفرق بين اللاين فولتج والفيز فولتج متذكرينها؟ لا حمزه مش متذكر. طيب هلا بنحكي عن الفرق بين اللاين والفيز فولتج. اذا هون راح يصير عندنا الويند سبيد راح تعطيني، طبعا هذا هون موديل معقد في الداخل. شو الام؟ وات ذس ام سمول ام ستاند فور؟ ميجرمنت. في سمول ام هون اذا بتطلع عند الكيرسر محل ما انا حاطط الكيرسر، في ام صغيره. الام صغيره تلعب خط واحد اللي هي الاوتبوت، صح؟ تمام، هي اوتبوت، هي ميجرمنت، وهي سيجنال طبعا مش باور، مش الكتريكال كونكشن. هذول عباره عن الكتريكال كونكشنز، يعني هذا سلك، سلك بده تمر منه تيار، وبده التيار بده يروح على الترانسفورمر، ومن الترانسفورمر بده يروح على الجريد او العكس. لكن هذا ما بمر فيه تيار، هذا عباره عن معلومات. ايش اللي صار هون بين هون وبين 1 2 3 4؟ عكس الماكس. عكس الماكس هذا اسمه بس سيلكتر. مرات بنسميه دي ماكس، بس بالحاله هاي احنا مسمينه بس سيلكتر. هلا بتشوفوا ليش دي ماكس، يعني دي مالتيبلكسر، يعني هاي السلك او الخط اللي طالع من هون فيه مالتيبل سيجنالز. انا المالتيبل سيجنالز حتى اختارهم واستخرجهم بجيب لهم بس سيلكتر. البس سيلكتر بفرط هذول السيجنالز وبعرض اياهم هون حتى اختار اللي بدي اياه منهم. واضحه هاي النقطه؟ عشان اسهل حالي المعلومات، في معلومات كثيره انا مطلعها من الويند تيربان، مش معلومه واحده. هذا مش خط واحد سيجنال واحد، هذا مجموعه من السيجنالز، فهذا بنسميه بس. البس اللي هو الخط اللي عليه مجموعه من السيجنالز. مجموعه من السيجنالز انا بختارهم باني اعمل دبل كليك، اعمل دبل كليك على البس سيلكتر. شوفوا اعملوا دبل كليك على البس سيلكتر، شوف شو بيطلع معك. هاي البس سيلكتر. البس سيلكتر بيحكي لي انه البارامترز اللي موجوده بهاي السيجنال هم كل البارامترز هاي. لاحظوا واحده منهم هيها، شو هاي؟ بيتش انجل. بيتش انجل لمين؟ للبليدز. للبليدز. لاي بليد فيهم؟ ثلاثة كلهم. اذا هاي هون البيتش انجل، البيتش انجل هم معطيني معلومات عن البيتش انجل تبعت الوينت تيربان كيف تغيرت. معطيني تورك الكتريكال، معطيني تورك ميكانيكال، معطيني اوميجا، اوميجا اللي هي سرعه الدوران، معطيني كيو، وكيو ممكن تكون بوزيتيف ممكن تكون نيجاتيف. تمام، اذا كيو بوزيتيف معناها هو عم بيستهلك الرياكتيف باور، اذا كيو نيجاتيف معناها عم بيزودني بالرياكتيف باور. شو بتوقع هذا يعمل؟ يستهلك ولا يزود بالرياكتيف باور؟ يستهلك. يستهلك. اوكي، هلا حتى بعد ما يصير جنريتر ما بتغير من جنريتر لموتور، بضل هاي اتجاهها نفسه. الكيو بتضلها، بضله يستهلك، بضله هو يستهلك الكيو سواء كان موتور او جنريتر. مين اللي بتغير؟ الاكتف. في الاكتف باور بتنعكس. اوكي، فانا بقدر اختار من هون بهذا البس سيلكتر، بقدر اختار ايش السيجنالز اللي انا بدي اشوفهم على الاوتبوت. فانت بس اذا بدك سيجنال معينه بتعمل كليك عليها من هون وبعدين بتعمل سيلكت، فبتطلع السيجنال. احنا كم سيجنال مختارين من كل السيجنالز هذول؟ واحده تنتين ثلاثه اربعه خمسه. اخترنا بي اللي هي الاكتف باور، اخترنا كيو اللي هي الرياكتف باور، اخترنا اوميجا ار، اوميجا اللي هي الروتر، سرعه دوران الروتر بالراديانس بير سكند، اخترنا البيتش انجل ان ديجريز، واخترنا التورك تبع هذا المحرك. تمام، واضح هذا البس، هذا اسمه بس سيلكتر. فالبس سيلكتر احنا اخترنا هذول النقاط. لو كنت بدي اختار نقطه معينه غير هاي النقاط مثلا، افرض بدي اختار اي واقول سيلكت، صار اي عندي طالع لبرا من هون. تمام، ولما بعمل اوكي راح يبين معي على الأرض. اذا هذا البس سيلكتر من هون. هذا عندي الترانسفورمر، ترانسفورمر هذا مشبوك على شكل 3 فيز ترانسفورمر، مش محدد هون هو 2 واي. اه هي عفوا، هي ستار او واي وستار، بس ستار اللي هون في جراوند كونكشن. هذا شبكناه على الجريد
الجريد هون عبارة عن three phase programmable voltage source. إذا بدي أعرف الفريكونسي تبعته بعمل double click. الفريكونسي تبعته هون هي 60 هرتز بالحالة هاي، لأنه هون هو ما بعطيني frequency, phase وamplitude. amplitude اللي هو V RMS phase to phase، هذا line voltage. فهذا عبارة عن three phase voltage source. فهذا الفولتج سورس هاي النقطة وهون شاركها بالجرام هاي النيوترال بوينت هاي عبارة عن A وهم سميها كابيتال A كابيتال بي كابيتال سي 60 هرتز كل واحدة من هذول عم تعطيني 60 هرتز شو لازم طبعا يكون في بين هذول الثلاث فولتجز بالنسبة ل N 120 درجة 120 درجة تمام لأنه مين الليدنج A بعده B وبعده C فسي على فكرة الليدنج A A leads B B leads C C leads A تمام هذا positive phase sequence قديش الـ الفولتج ما بين هاي النقطة وهاي النقطة بين هاي النقطة وهاي النقطة 25 كيف RMS فالفولتج من هاي النقطة لهاي النقطة هيك هون هو 25000 فولت طبعا هذا RMS قديش طب الفولتج بين هاي النقطة وهاي النقطة الفولتج الموجود عندنا نعم الفولتج سورس كيف بدي اعرف قيمته بناء على هذا شو العلاقه بين اللاين فولتج والفيس فولتج جذر الثلاثه فالفولتج من هون لهون هو في ار ام اس يساوي هذا في طبعا فيز ار ام اس يساوي 25 كي في على جذر الثلاثه هاي العلاقه بين اللاين فولتج وين اللاين فولتج هذا اللاين فولتج وين الفيز فولتج هذا الفيز فولتج الفيز فولتج من هون لهون اللاين فولتج من هون لهون او من هون لهون او من هون لهون تمام